حلمي بقى وطموحي اصلا من الموضوع ده كله ان انا اسس اول متحف للمصغرات في الشرق الاوسط. المتحف ده يتناول تاريخ مصر كله، من تاريخ مصري قديم لفرعون لاسلامي لقبطي ليوناني وروماني لاشهر المعالم السياحيه المصريه. يعني بالنسبه للوقت المستغرق بيختلف من التماثيل او للمعالم السياحيه او للتصاميم، متوسط من 30 ل 40 ساعه عمل. طبعا الموضوع في الاول كان فيه انتقادات سلبيه كتيره جدا، اللي انت بتعمله ده ضيع وقت، التفاهه دي ما لقيتش غير سن القلم، ما تنحت على حاجه اكبر شويه. طبعا كل ده كنت بسمعه، بس اللي بيتكلم للاسف معلوماته قليله، ما يعرفش ان في فن معترف بيه عالميا اسمه فن المصغرات او المينيتشرز. فانت بتعمل نسخ مصغره من التماثيل الكبيره، فهو فن مستقل بذاته تماما عن الفن اللي انت معتاد تشوفه، هو نادر شويه.